بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. نبدأ شباب درس اليوم، راح نتعرف كيفية إضافة روابط التواصل الاجتماعي الخاص فينك مثل الانستغرام، اليوتيوب ضمن حسابك بالتيك توك. طبعا معروف انه بتطبيق التيك توك حاط خيار انه بإمكانك تضيف الروابط الخاصة فيك سواء اليوتيوب او الانستغرام ضمن حسابك على التيك توك. طبعا اليوم راح نتعرف كيف فيني اضيف روابط خاصة بقناتي على اليوتيوب وبحسابي على الانستغرام ضمن حسابي على التيك توك. هلا اول شيء راح نبلش بالشرح. هلا اول شيء على سبيل بدي يضيف حسابي على باليوتيوب ضمن حسابي بالتيك توك. هلا راح اروح على تطبيق التيك توك، طبعا راح افوت على الصفحه الشخصيه الخاصه بالتيك توك. طبعا هلا افوت على حسابنا على التيك توك، انتم شايفين عندي هون الصفحه الرئيسيه. هلا راح ننزل للاسفل على اليسار، راح نشوف في خيار اسمه صفحتي، انتم شايفين عندي هون خيار اسمه صفحتي، فهتطلع عندي الصفحه الشخصيه الخاصه فيني، عم تعرض لي البيانات الخاصه فيني. هلا راح اضغط على اول شيء بدي اضيف حسابي على اليوتيوب. هلا بعد ما دخلت على الصفحه الشخصيه الخاصه فيني راح اكبس على كلمه تعديل صفحتك، بعدها راح انزل بنزول لتحت، راح نشوف في عندي بالاسفل في عندي خيارين، خيار انستغرام اضيف انستغرام، طبعا بالاسفل اضيف يوتيوب. هلا اول شيء حاليا بدي اضيف حسابي على يوتيوب، راح اكبس على كلمه اضيف يوتيوب، راح اضغط عليها ضغطه هيك. هلا بعد ما اكبس على كلمه اضيف حسابك على اليوتيوب راح يطلعني على الشكل التالي، عم يعطيني انه هلا عم يعطيني جميع حسابات جوجل موجودة عندي على حسابي. هلا راح اختار حساب جوجل الخاص بقناتي على اليوتيوب، طبعا راح اختار على سبيل المثال هون راح اختار هاي القناة. هلا عم يعطيني على الشكل التالي، سيسمح يرجى تأكد من انك تثق بتيك توك من المحتوى انك تشارك معلومات حساسة في مع التطبيق. هلا عم يعطيني هون الايميل الجوجل الخاص بقناتي على اليوتيوب، وعم يخبرني انه راح يصير ارتباط بين تطبيق التيك توك وبين قناتي على اليوتيوب. هلا راح انزل بنزول لتحت، راح اعطيه كلمة سماح. هلا مثل ما شايف في عندي هون هلا صار هيك، تم اضافة قناتي على اليوتيوب اللي اسمها نور الشام، ضفت على حسابي على التيك توك. هلا اذا طلعت عملت رجوع الصفحة الشخصية الخاصة بتطبيق التيك توك، عم اشوف عندي هون لما فوت على الصفحة الشخصية عم اشوف عندي هون ايقونة اليوتيوب، لما اضغط عليها ضغطة راح يعطيني بشكل اوتوماتيكي راح يحولني على قناة اليوتيوب الخاصة فيني. مثل ما شايف في عندي هون مباشرة من تطبيق التيك توك صار بامكاني ادخل مباشرة من التيك توك على قناتي على اليوتيوب. هلا تعلمنا الطريقة الأولى كيف فيني ضيف رابط قناتي على اليوتيوب بحسابي على التيك توك. هلا الفقرة الثانية، على سبيل المثال بدي اضيف حسابي على الانستغرام، بدي اضيفه كمان ضمن حسابي على التيك توك. هلا كمان نفس الخطوات، رح فوت على الصفحة الشخصية الخاصة فيني بالاسفل على اليمين في خيار اسمه صفحتي، مثل ما شايفين عندي هون خيار صفحتي، رح اضغط عليها ضغطة، رح يطلع عندي هيك على الشكل التالي. رح اكبس، طبعا انا كنت ضايف قناتي على اليوتيوب من قبل على الشكل التالي. هلا عشان اضيف رابط حسابي على الانستغرام رح اكبس على كلمة تعديل صفحتك، رح انزل لتحت، مثل ما شايف عندي هون في عندي خيار اسمه انستغرام اضف، عم يخبرني هون في خيار اسمه اضف الانستغرام الى ملفك الشخصي، راح اضغط عليها ضغطة. هلا عم يطلب مني انه احط اسم المستخدم الخاص بحسابي على الانستغرام مع كلمة السر. هلا راح احط اسم المستخدم، طبعا بامكانك تحط تليفون او اسم المستخدم او الايميل اللي عملت فيه حسابك للانستغرام. انا على سبيل المثال راح اضيف اسم المستخدم الخاص بحسابي على الانستغرام، طبعا هون دخلت كلمة اسم المستخدم الخاص بحسابي على الانستغرام، وهون دخلت كلمة السر الخاصة بحسابي على الانستغرام. هلا راح اكبس على كلمة لوج ان تسجيل دخول، هلا اعطيه ليس الان، هلا اعطيه سماح. هلا انتم شايفين عندي هون رجعني على الصفحة الشخصية الخاصة فيني من خيار اعدادات، عم يعطيني هون حسابي على انستغرام، عم يعطيني اسمه، وعم يعطيني هون حسابي على اليوتيوب. هلا اذا رجعت برجوع على الصفحة الشخصية الخاصة فيني، عم ترجع عم اشوف على الصفحة، اذا لما فوت على الصفحة الشخصية الخاصة فيني عم يكون عندي هون الايقونة مثل ايقونة الانستغرام، اذا ضغطت عليها راح يعرض لي عندي حسابي على اليوتيوب، وبنفس الوقت راح يعرض عندي حسابي على الانستغرام. طبعا هي كان الشرح البسيط والمختصر لكيفية اضافة روابط التواصل الاجتماعي الخاصة بالانستغرام وبقناتك على اليوتيوب ضمن تطبيق التيك توك. طبعا درسنا هلا ان شاء الله تعالى بيكون انتهى، ونشوفكم بدرس جديد. سلام.